هيأ كل ألوان الاحتفال والتركيز لكسب نقاط 3 قد تعني استعجال الصعود قبل الأوان ومنافس فاسي أحلامه على قدر إمكاناته. الجمهور الطنجاوي كان نجما للمكان حتى قبل انطلاق المباراة، اختار لغة الجسد وتعبير ألعاب الفيديو للتواصل، ونصب أمين بن هاشم فارسا للموقف، حال تجاوب معه الرجل بدموع العرفان قبل أن يتكلف منير مبروك بإطلاق صافرة الاستهلال. فيما يخص استعدادات ديال المباراه كذلك ساعدنا استعدادات ديالها خاصه، لان اليوم كنتوقعوا حضور جماهيري كبير اللي يمكن يحطم رقم قياسي ديال هذه السنه، واللي هو اللي خلينا نشتغلوا مع السلطات الامنيه واجتماعات رسميه اللي خلتنا اننا نوفروا جميع الظروف المناسبه للفريق اتحاد طنجه. اليوم تحفيزات اللاعبين هما في الحقيقه دائما في كاين تحفيزات بطبيعه الحال اللي سواء اللي هي مفاجئه واللي هي رسميه، ما كنبغيوش اننا نقولوا لنا التحفيزات باش نخليو اللاعبين مركزين. وبينما استعد الفريقان لقراءات التموقع وحبس النبض، كاد احمد حمودان اخذ الجميع بالامر الفجاء قبل ان يترك الحارس المخضرم محمد بستاره لعينيه متابعه تسديده رضا النوالي في حدود الدقيقة 3، بعد ان تعذر عليه صنيع اخر. بعدها توالت الدقائق واستهلك معها الحوار التكتيكي على مستوى خط الوسط، مع محاولات أخطأت الزمان والمكان السليمين للتهديف، لينتهي الشوط الأول كما انطلق دون جديد يذكر ولا قديم يعاد. الأمر ذاته تكرر في النصف الثاني من عمر المباراة إلى حدود آخر أنفاسها، حينها كان الأزرق أكثر خطورة قبل أن يستسلم للعنة الأمطار الأخيرة وفوبيا الصعود التي لن تخرج عن الظرف ولن تحول دون مقصد فريق يملك كل المفاتيح الكبار. كاين شويه ديال الضغط، حيتاش ما اللعابه حنا كاملين ما كناش نحققوا الصعود اقرب في اقرب وقت ممكن باش نحيدوا علينا الضغط هذا كامل. كاين حاجه اخرى، العامل الاخر هو العامل ديال الفرق المنافسه. كنظن ان اي فريق كيجي لمدينه طنجه حاليا الا هو كيكون الهم ديالو اولا ما يخسرش، يعني كيعمل ما امكن باش يسد علينا جميع المنافذ باش نوصلوا للمرمى. كنظن ان فريق وداد فاس اليوم قدم مثال حي على ذلك، غلق جميع الممرات جميع الطرق المؤديه لصوب المرمى ديالو، خلق لنا عده صعوبات، كيلعبوا على الهجمه مرتده، كادو يخطفوا يعني 3 نقاط في عده مناسبات. فريق وداد فاس فتواجه باش يحقق ولو نقطه، نتمنى ان شاء الله كما قلت عرفت الضغط ديال الجماهير فكتاثر علينا شويه، نتمنى في المقابله اللي ما جا نحسموا الصعود امام فريق برشيد ان شاء الله. وكنشكر هذا الجمهور وكنتاسف صراحه، كنا عازمين باش نصعدوا اليوم ونفرحوا مع الجماهير ديالنا، نتمنى ان شاء الله الاسبوع اللي ما جا. اكثر ما كان يمكننا ناخذوه هو نقطه مقارنة مع التركيبة البشرية اللي كيعتمد عليها اللي عند فريق اتحاد طنجة، لا من ناحية لا كاليتي ولا لا كونتيتي، مقارنة مع الموارد المالية ديالهم، مقارنة مع اللعب في هذه الأجواء هذه والمساندة ديال الجمهور، كنظن على أن أكثر ما كان يمكننا نديره هو نقطة. أنا سعيد كثير بهذه النقطة هذه، حنا فريق شاب، فريق اللي كما تنقولوا تنخرجوا القوة من الضعف، كنشد بحرارة على أيدي اللاعبين على 90 دقيقة اللي قاموا بها. اتحاد طنجة بوفائه للأصفار يكون قد كرس سمعته الدفاعية وحصانت قلاعه الخلفية، ويرجئ أمر الصعود إلى حين. أما الوافة بعث رسالات تطمينية حول مستقبله القريب واستمراره ضمن أندية القسم الثاني في انتظار استشراف الأفضل رهانا وأداء. أكيد إذا فريق اتحاد طنجة سينجمي أكيد مسار جيد هذا الموسم، ولكن